بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل برضو ال AI بتاعة السنجل سيل، السنجل ميكانيكال سيل. بلان 21، بلان 21 لو نركز كده هنلاقي واخدين من خط الطرد حاطين أورفس، بعد الأورفس حاطين مبادل حراري. ليه؟ واضح ان كده السائل اللي بدفع الطرمبة ده سخن اصلا، فانا عايز ابرد الميكانيكال سيل، فدرجة حرارته اعلى من درجة حرارة ميكانيكال الحرارة اللي هتتولد جوه الميكانيكال سيل، فيبقى كده هسخن ميكانيكال سيل مش هبرده، فيبقى احط مبادل حراري عشان يبرد السائل اللي طالع من طرد الترومبة، وبعدين ادخله على الميكانيكال سيل، فالميكانيكال سيل درجة حرارته تقل، وبعدين ادخله بعد كده على ظهر الامبلر. طيب اللي عندنا يبقى عندنا الاورفيس وعندنا المبادل الحراري. تعالوا نبص كده، هاخد باي باس اهو من خط الطرد ادخله على اورفيس، وبعدين من الاورفيس يعدي يخش على المبادل الحراري، يطلع المبادل الحراري بعد ما درجة حرارته قلت يخش على الميكانيكال سيل الستافنج بوكس، من الستافنج بوكس يمشي من ظهر الامبلر على خط السحب. تاني ادي من طرد الترومب اهو، يبقى عندي تي اي حاجة بتقيس الحرارة وحاجة بتقيس الضغط، وبعدين الاورفيس، وبعدين المبادل الحراري اهو، بردت السائل ادخله بعد كده على الطرد على الميكانيكال سيل، ومن الميكانيكال سيل على سحب الترومبا. وممكن يبقى عندي بريشر انديكيتور وتمبريتشر انديكيتور، وحاجه بتقيس حراره وضغط على الدخول، وحاجه بتقيس حراره وضغط على الخروج. هنشوف شكله في الحقيقه. بلان 21 اهو، ادي واخد من خط الطرد دخل على كولر، ومن الكولر ده خارجي بره، وبعدين دخلت على الستافينج بوكس. يبقى عندي عدادات حراره وضغط عشان ابقى فاهم الفلو ماشي ازاي، واقدر اقيم غالبا حراره عشان اقيم كفاءه المبادل ده، هل هو محتاج يتنضف او لا. عاد الدخول اهو من الطرد على المبادل، وبعدين من المبادل على الاستافنج بوكس. طيب تعال نشوف كده اهو الخطوط. هتلاقي عندنا الخط الاحمر الغامق اللي هو واخد من الطرد دخل على اورفيس، من الاورفيس دخل على المبادل الحراري، وبعدين خد من المبادل الحراري طلع اتبرد كويل جوه اهو بتاع المبادل الحراري، طلع منه دخل على الاستافنج بوكس. ممكن زي ما قلنا عندنا عداد حرارة، وبعدين دخل من الاستافنج بوكس حرارته قليلة، سخن تاني من الحرارة المتولدة من الاحتكاك ميكانيكال سيل، مشى ورا ظهر الامبلر بتاعة الترومبا ودخل على السحشرين. شكل 21 بالظبط، بس زودت عليه حاجة. زودت عليه ايه؟ زودت عليه سترينر. يبقى انا زودت سترينر الطرد اهو، هاخد منه على سترينر، يبقى السائل مش نظيف قوي فعايز انضفه. خش على سترينر، وبعدين اورفيس، وبعدين مبادل حراري، وبعدين الاستافنج بوكس. تعالوا نشوف كده اهو، خط من الطرد حطيت عندي عداد بيقيس الحرارة، وبعدين استرينر، وبعدين دخلت على المبادل، طلعت من المبادل عداد بيقيس الحرارة تاني عشان أعرف كفاءة المبادل، بعدين دخلت على الاستافنج بوكس، بردت الميكانيكال سيل، طلعت من ظهر من الميكانيكال سيل على ظهر الامبلر، ومن ظهر الامبلر على السحب تاني كده.